لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد غدوة يجي كل واحد في, في الحركة كل واحد قاعد في داره أكل ليلة ذيك يكتب اللافتة اللي يحب يرفع الراية اللي يحب يعلن الدين اللي يحب ويقول لك لا حرية الشارع الشارع شوف الشارع عندما يخرج كما يقولوا يتفتت العقد الاجتماعي بين أبناء الوطن يحدث انفلات الشارع عندما يثور أرواح متوحتوية خاصة إذا ثار بدون أي مشروع سياسي وما تشوفهاش إيجابية بعض الغوغاء وبعض الناس محدودي النظر وبعض المغلطين يعني المغرر بهم يرون انه عندما يندلع الشارع بلا ارضيه سياسيه وبلا قياده سياسيه بالنسبه لهم هذا انجاز كبير هذا انجاز تاع فوضى لن يحقق شيئا في ظل انظمه منظمه انت راح تخرج للشارع في فوضى واللي قابلك من دوله منظمه عندها كل شيء يحترم رطبهم واحد ما يخرج على واحد وحاسبين الف حساب وانت جايهم لا قيادة سياسية لا خطة عمل لا أرضية سوى الفيسبوك واليوتيوب والقنوات الفضائية تهدر فيها وتريد أن تخرج الناس إلى الشارع عندما لست ضد أن يخرجوا الناس أنا ضد أن يخرجوا أكذاك بفوضى يجب أن تكون هناك أرضية هذه هي المشكلة كثير راح يسألوا ما هي هذه الأرضية حقيقة أن هناك عصابة تشكلت ويجب أن تسقط كيف ستسقطها؟ المؤسسة العسكرية معاها المؤسسة العسكرية متى راح تستجيب لك عندما تكون في مرحلة ضغط وضغط حقيقي بضغط فعلي ولا شيء يخافه المسؤول الجزائري مثل ما يخاف من الضغوطات تأتيه من الخارج بعض الجزائريين بغباء يجي يقول لك لا انتم الجزائريين اللي في الخارج ادخلوا هنا وأهدروا يا غبي راهو العالم العالم يعني معذروني على هذه الكلمات العالم راهو ولا قريه صغيره متماسك فيما بينه هؤلاء ما يخافوش منك الا كي يشوفوا ان صوتك صار عنده صدى في الهيئات والمجتمع الدولي اما اذا شاف صوتك لا يتجاوز الفيسبوك وتويتر واليوتيوب واستديوهات التلفزيونات والله يخلوك تكلم كما تحب ويدير واش تحب ونهار اللي تعواج على الخط يهز يطيشك في الحبس ويخليك وهاهم فيه ناس راهم في الحبس راهم في الحبس فيهم اللي ارتكبوا حماقات اصلا وان كانوا لا يستحقون السجن ولكن للاسف السلطه بالغت في هذا الامر فيهم اللي يرتكبوا اخطاء فيهم اللي هذاك هو تصرفهم وفيهم اللي كان لديهم تاثير من الشارع فارادوا التخلص منه فيهم كل الانواع لذلك اخواني الكرام انا نقول لكم حاجه أن الدعوات الى اعاده الحراك الشعبي واستغلال الشهر القادم 22 فيفري بهذه الطريقه سارعوا الان ضعوا ارضيه ضعوا مطالب محدده والحراك إذا خرج يخرج من أجل هذه المطالب أما تعط روح وقع عندما تحكموا عقب واحد على صحفية قال هاي روح وقع ولا شعار ولا شعار الثورة الجزائرية ما هذه كما ما كاين في مشاهد دول عربية واحد خرج لهم للشارع قال لهم ومثل هذه اللحظة الخالدة ولا رمز واحد قال لهم بن عليه رب ولا أيقونة واحد قال لهم انا انسان ماني حيوان رددوه كل العالم الاستديوهات الثورات لانها تبلغ فيها العاطفه مستوى كبير كل من يدغدغها بكلام مباشره ينال الرمزيه ولكن كي تحيصوا ما يحقق حتى شيء لكن من هي الثورات الناجحه يكون الشارع يضغط ويكون هناك رجال يخططون رجال يتخططون اذا كان طريقك ياتي بالتلاحم مع المؤسسه العسكريه في تحقيق الاهداف اهلا به اذا كان يلتقي مع رجال ما زالوا في الحكم مرحبا بها هذا يختصر عليك الطريق اما اذا كان تريد الصدام مع الجميع راهم اعداءك كل يلتقوا ولو كتله واحده هم عندهم الدوله وانت عندك الاشياء اشياء اخرى عندك الكلام وعندك عندك الصوت فقط هما عندهم القرار والسلطه والشرعيه امام المجتمع الدولي وانت واش عندك واش عندك في اكثر الاحوال يعتبروك متمرد واللي يديروا لك تهمه الارهاب وانتهى الموضوع لذلك اخواني اخواني الكرام على السلطه هذا كلامي موجه الى الجهه الناس اللي تدعو الى عوده الحراك تجسدوا في كتل كتله سياسيه في مطلب في عنوان معين هذا العنوان لديه مطالب هذه المطالب تمشي للسلطة إذا استجابت لها أهلا وسهلا وإذا لم تستجب لها على الأقل الشارع يخرج على بينة من الأمر ما يخرجيش اليوم يطالب بشيء وبعد ذلك ما خرج خرج من عهدة الخامسة وصلت قيد صالح ديغاز ويروحوا قاعوا والانتخابات العصابات وصبحت حتى ملفات التسعينات تطلع ما هاش هكذا ما هيش هكذا. أما السلطة أما كلامي الآن نوجهه للسلطة السلطة بهذه الطريقة أن تجبري أن الشعب يعود إلى الشارع بإنفلات وأمامك خيارين إما أنك تخليهم في الشارع تتعطل مصالح البلاد أو تستعمل معهم العنف ستكون مجرد بضاعة تستغل من طرف المجتمع الدولي لابتزازك والإضرار بك ونهب ثرواتك ملفات حقوق الإنسان عندما تحدث في بلد راهي تستعمل لدى قوة كبرى من أجل أن ينهبوا بها ثروات الشعوب والأمم ما تجيش تقول لي ما يفكر ليش شنقريحة فقط شنقريحة إذا كنت أنت الآن رك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تذكر من كان قبلك في هذا المنصب جيد صالح الله يرحمه نهار 19 مقلدين وسام الصدر بعد ربع أيام مات أنت اليوم قادر تقلد وسام قادر بعد نهارين تموت. لا تنسوا هذا. وها هو وشوف برك شوف يا شنقريحه شوف برك القايد صالح اللي كان رفيق دربك وكنتوا مع بعضاكم هاهو مات ولحمه يتكل من طرف اصحابه ومن طرف حتى من طرفك حتى أنت وغدوة تموت أنت ويوكلوا لحمك اللي معاك الآن يضحكونك لك في الطريق. ما هيش هكذا الدولة الدولة تحافظ على رجالها المؤسسة العسكرية تحفظ قيمة رجالها تعلم الوفاء انت على العسكريين الى بعضهم البعض تعولش اللي اللي اللي, اللي صاحبو يرفسو مانيش نحب نهضر على الممارسات اللي صارت ما بعد رحيل قايد صالح في الجيش هناك كثير من التفاصيل من يحب ندخل فيها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله